حفة، قرية ساحلية تبعد حوالي 10 دقائق عن ميناء دبا، تمزج بين زرقة الماء وشموخ الجبال. تتقاطع فيها مفردات البيئة العمانية التي تجمع بين فن العمارة وروعة المكان. تتميز هذه القرية الساحلية الوادعة التي يخفيها خور حفة ببيوتها الجميلة على سفوح الجبال، فهي مبنية من الحجارة والطين. إنها هندسة العماني منذ القدم. سموه حفة شلون طرح مكان للزمان الأول، طرح مكان شلون الجبال دار فيها دور مدور، يعني محتف يعني الجبال فيها، فلهكذا يسموه حفة يعني. تشتهر بجبالها وخارها يعني طبيعي، الذي ما فيه الامواج، ما فيه حاجه، ما فيه شيء يعني. نعم. هذا اول مناطق مالنا كله جبال، تعرف حصى؟ كله حصى. حصى نعم. حصى ولي دعم مالنا النخل، نعطيه دعم مال النخل، وجود الاوليين. وبعدين احنا طلعنا حني شفنا هذا بليفت وشفنا طابو، والحين اللي بالفيلا كله حصى. وبالقرب من شاطئها الجميل الذي يبعث في نفوس أبنائها الهمة والنشاط، تجد البساطة والعفوية وحلاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وإذا ما تجولت بين بيوتها وزقتها وآثارها، فسوف تستوقفك الكثير من الآثار والشواهد. فهنا بركة مائية كانت تستخدم لتجميع المياه عن طريق الأمطار. أما البيوت فإنها مبنية من الحجارة والطين وما زالت حتى اليوم. الحين طالما كهنا نمشي بالطاري صورت لنا. ونجي نصيد البحر السمك، ودي إلى دبا، ونجي هني. وزمان أول، زمان أول يا هذا بتاتيل نسويه. بتاتيل. نعم زمان القبليين. ويصيدوا كل يعني مجموعة مكان بتيل يعني. كل مجموعة بتيل. ويجي يشقوه. يحطوه براك ملح هات عنده، براك يخزنوا فيه. وهني المنطقة طعمك أولها قديمة من زمن الدهر القديم، كل بيوتي حصى، وكان أول يروه بطين، وعلى الشيء يعني من علب مال الصدر، وأول بعده طلعوا يجودن هني حطوا بعد دعون عليها. وفي طريق عودتنا إلى ميناء دبا برفقة زورق لخفر السواحل لشرطة عمان السلطانية وبتنسيق مسبق مع مكتب والي دبا، كان لابد من المرور على شاطئ زغي، حيث جمال البحر وهدوء المكان لمن يبحث عن الراحة والاستجمام. بعد لحظات جميلة في منطقة حفة، ها نحن نعود إلى ولاية دبا بمحافظة مسندم، تاركين العديد من الشواهد الأثرية والتاريخية والحضارية في هذه المنطقة الجميلة. محمد بن سعيد العلوي، ولاية دبا بمحافظة مسندم.